تغذية خاصة. أهلا وسهلا بك وبضيوفك الكرام، وكل عام وأنتم بخير بمناسبة هذا الشهر الكريم. وأنت بخير، ونأمل أن يكون هذا الشهر الكريم في منع عيون الذين يقتلون ربما، وهذا التبادل أن يكون في عيونهم هذا الشهر، ولا أعتقد ربما إن كان هكذا الإرهاب مستشري في البلاد. شيخ مصطفى، تعليقك على إجراء حوار في مثل هذا الزمن مع أو دعت إليه الأمم المتحدة وبدعم من الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك من بريطانيا تحت بين قوسين مباشر تحديدا، كيف ترى يعني أهمية مثل هذا الحوار بعيدا عن النقاط إن كنت اطلعت على النقاط شيخ مصطفى؟ أنا اطلعت على النقاط وسمعت هذا الكلام من بعض وسائل الإعلام، ولكن لم أسمع مباشرة من السيد طارق متري ولم ألتقي به لا هاتفيا ولا شخصيا، ولكن أرى أن الحوار مطلوب في ليبيا، ولكن يجب أن يكون حوار وطني بحت. صحيح الليبيين لا يثقون في بعضهم البعض، ولكن هناك جهات خيرة مثل الحكماء، مثل رابطة علماء ليبيا، رابطة حكماء ليبيا. هذه الجهات الاعتبارية في ليبيا باستطاعتها أن تدير الحوار. الليبيون ليس بوسعهم الآن سماع أي شيء من الخارج، وجاء في وقت يعني تقريبا غير مناسب باعتبارنا نحن على أبواب انتخاب مجلس النواب. وحقيقة يعني سمعت كلام السيد عزيز العوام اليوم، وسمعت بعض ما صدر عن بعض وسائل الإعلام. نحن في بعض أعضاء المجلس الانتقالي يوم الأربعاء الماضي اجتمعنا ودرنا بعض الأفكار، قلنا أن يجب على المؤتمر الوطني الآن أن فقط يهتم بانتخابات مجلس النواب، يرعى هذه المفوضية ويهتم بالانتخابات فقط ويوقف أي أعمال أخرى. وقلنا على الحكومات المتصارعة على رأس الحكومة أن تمتثل، أن تحتكم للقضاء وتمتثل لما يصدر عنا من أحكام. نعم حضرة المستشار، نعم هل انت في الاستماع؟ نعم تتابع. وفعلا حقيقه يعني القضاء الليبي اثبت ان القضاء الليبي نزيه ومستقل، وايضا شكر وتقديري للسيد احمد المعتيق لامتثاله لحكم القضاء. انا من وجهه نظري ان الوقت غير مناسب لاي حوار، سواء كان في هذا الوقت او في وقت لاحق من اي جهه خارجيه. انا ادعو الليبيين للتحاور مع انفسهم، هناك رابطه علماء ليبيا ورابطه حكماء قادره على. لماذا لم تتحدث عن دار الافتاء شيخ مصطفى عبد الجليل؟ الافتاء حقيقه يعني مع احترامي لعلم الشيخ الصادق الغرياني ولتاريخه النضالي، الا ان سقطاته هي التي سمعتها شخصيا منه عندما وصف من يحارب الارهاب انه يحارب المسلمين ويحارب الاسلام. والارهاب بمفهومه اللي عندنا احنا، عندنا لدينا من النصوص، الارهاب هو القتل جزافا، الارهاب هو الخطف، الارهاب هو قتل الناس بدون حق. هذا هو الارهاب اذا كان هذا هو الاسلام. فانا اقول ان السيد المفتي قد فقد شرط اساسي من شروط قبوله كمفتي، وهو قبول الناس له. الناس الان فليرجع المؤتمر الوطني الى قانون اداره الذي اصاغه المجلس الوطني الانتقالي. نعم. هناك شروط المفتي. انا اعتقد ان الدكتور صادق الغريبي قد فقد الشرط في هذه الشروط. طيب هناك ربما بعض التشويش، ولكن ما استمعت إليه أن شيخ مصطفى، وإن كنت مخطئ يعني أرجو لي الإعادة، أن هناك شروط سقطت عن شخصية المفتي الديار الليبية فيجب تغييره، يعني إن هذا هو الحديث صحيحا أو نصا شيخ مصطفى؟ نعم، مع احترامي لعلم الشيخ الصادق وتاريخه النضالي السابق، إلا أنه من خلال هذه الفتاوى التي أصدرها في اليومين الماضيين أرى أنه قد فقد شروطا كثيرة من شروط تولي هذه الوظيفة. أنا أعتقد أن الشيخ الصادق الغرياني يتعرض لضغوطات كثيرة، وإلا لما أصدر هذه الفتاوى التي ساوى فيها بين الإرهاب والإسلام. طيب الوقت غير مناسب كما تقول الشيخ مصطفى عبد الجليل في هذا التوقيت أن يدعو عليه حوار، لكن هل في اعتقادك أن الحوار إن ما سلمنا بمسألة الإرهاب الذي الكل يريد أن يحاربه الآن في ليبيا، هل تعتقد أن مثل هذه النقاط أو مثل 19 نقطة و50 شخصية تشارك في الحوار بإمكانها
أن تحارب الإرهاب، أن يعني تفك هذه الكتائب المسلحة والميليشيات المسلحة، وأن تضع هذه الأسلحة في الثكنات وفي المعسكرات، وأن تضم من يريدون من الثوار في نهاية المطاف إلى المؤسسة العسكرية. هل تعتقد أن هناك إمكانية لأن يكون الحوار فعالا في هذه النقاط مع الأمم المتحدة؟ لا أعتقد أن يكون فعال. أعتقد أن يكون فعال عندما يجتمع الليبيون جميعا، وعندما يتفقوا على أن مثل هذه الأجسام يجب أن تنتهي، يجب أن تنتهي أجسام الدروع، يجب أن تنتهي أجسام الريكة والخصوم، تنتهي الصعقاء والصواعق وما شابهها. يجب أن يكون هناك جيش قوي ولاءه للوطن يحمي الحدود، يجب أن هناك شرطة تقوم على إقرار القوانين وحمايتها وتطبيقها. طيب ينقل لي أنك طلبت بعزل المفتي الديار، هل هذا صحيح شيخ مصطفى؟ نعم نعم، أنا أدعو المؤتمر الوطني إلى دراسة القانون الذي أنشأت من خلاله دار الإفتاء، وأعتقد أن السيد المفتي قد فقد شروطا كثيرة من شروط ولايته لدار الإفتاء، ومن ضمن هذه الشروط أن قبول الناس له لم يعد مقبولا من قبل الناس، وهذا شرط أساسي في تولي وظيفة المفتي مع احترامي لعلمه ولماضيه، ولكن أعتقد أنه واقع تحت ضغط جهات معينة هي التي ألزمته أو أجبرته على هذا التصرف. طيب شيخ مصطفى، يعني دعني أختم معك بهذه الأسئلة السريعة. الحوار يحتاج إلى ربما كما يقول البعض إلى تنازل في كثير من الأشياء، هل تعتقد أن الآن من يدير هذه اللعبة السياسية بالسلاح بإمكانه أن يتنازل عن كثير من الأشياء سواء كانت الأيديولوجية أو الأفكار الأيديولوجية وكذلك السلاح؟ هل تعتقد أن من يتحكم الآن في زموم الشارع الليبي وفي السياسة تحديدا بإمكانه أن يتنازل عن السلاح، يتنازل عن هذه الأفكار؟ سيد محمد دعني أرجع بك إلى الماضي. عندما بدأت الثورة كنا جميعا في حاجة إلى أي قطعة سلاح، ولكن من خلال مخازن الأسلحة في المنطقة الشرقية أمكن الثوار الحصول على هذا السلاح. جاءتنا تقارير متعددة ومتتالية بأن هناك مجموعات تستخدم هذا السلاح وتذهب به شرقا ولا تذهب به لجبهات. اجتمع المجلس الوطني الانتقالي وتبحث هذا الأمر، وهناك من قال أن هؤلاء تكون حربهم هي الأولى من حرب التحرير، وهناك من رأى أن ربما ينقسم الصف ورجعنا على بعض يقسم الصف. هناك البعض منهم شارك في الجبهات وطالب بشرع الله في كثير من المواقف التي حضرنا فيها سواء كان في جبهة جدابي أو في جبهة سرت أو في جبهة جبل نفوسة، كلهم طالبوا بشرع الله، وفعلا طمناهم من خلال خطاب التحرير أن شرع الله، أن أي قوانين تتعارض مع الشريعة الإسلامية ستلغى. كنت أعتقد أن هذه المجموعات التي رأيناها وقت أن كانت في السجون، والتي رأيناها وقت أن كانت في الأودية، أودية الجبل الأخضر، كنت أعتقد أنها ستنحاز للوطن بمجرد التحرير، ولكنها انحازت إلى الاغتيالات. أنا من زملائي إلى 5 قضاة تم اغتيالهم ظلما وبهتانا، لا يريد هؤلاء إقامة الدولة. هؤلاء دعوناهم للحوار في أكثر من مناسبة، لم يمتثل الحوار. انا ارى ان هذه الفئه الباغيه هي التي يجب مقاتلتها حتى تفيء الى امر. هل انت مع الكرامه؟ هل انت مع ما يقوم به ضباط الجيش السيد حفتر السيد صقر الجروشي ومن معه؟ هل انت معهم؟ نعم نعم، من لا يكون مع هذه المجموعه التي آلت على نفسها محاربه هؤلاء البغاة، هؤلاء الذين اغتالوا منذ البدايه، وانا اقول الكلام المسؤول عنه ومن خلال الاسماء التي وردت في قرار الاتهام، اغتالوا الشهيد عبد الفتاح يونس في وقت صعب، وكان من الممكن هذه الثوره ان تندحر. السيد محمود شمام كان على 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 شاهد عندما استدعيت مستشار المحكمه العليا من قبيله العبيدات لتولي التحقيق في هذا الموضوع، وعندما تخوف هذا الشخص وقال بان المجموعات التي قتل عبد الفتاح هي مجموعات خطره ولا يمكن له ان يتولى هذا الموضوع. هذه المجموعات هي التي قتلت محمد هديه، وهي التي قتلت كل الضباط الشرفاء، وقتلت كل المحامين المناضلين، وقتلت اخر من قتلت السيد مفتاح ابو زيد المناضل الفذ. هذه المجموعات لا تريد بناء دوله ولا تريد بناء جيش، وتريد ان تعيث في الدنيا فساد. من يقاتلها نحن معه، ايا كان من يقاتل هذه الفئه فجميع الشعب الليبي معه. طيب أشكرك جزيل الشكر المستشار مصطفى عبد الجليل رئيس المجلس.